ارتفاع ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والغربية من المملكة خلال منتصف الأسبوع، تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم تأثرت المنطقة الشمالية بأجواء خماسينية كنتيجة لتأثر هذه المناطق بمنخفض جوي خماسيني ترافق مع عدة ظواهر جوية وهي الرياح الجنوبية الغربية النشطة وأيضا حدوث موجات غبارية وتدني في مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق. تأثيرات هذا المنخفض الجوي الخماسيني يتوقع أن تتراجع خلال ساعات نهار يوم الاثنين مع انخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية يقابله ارتفاع في باقي المناطق. نستعرض الآن وإياكم هذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات نهار يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد تأثرت المنطقة الشمالية بالمنخفض الجوي الخماسيني المترافق مع هذه الكتلة الهوائية الدافئة، عملت على ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، لكن خلال ساعات نهار يوم الاثنين تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي الخماسيني وتهب على شمال المملكة رياح غربية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بالتزامن مع هبوب لتيارات جنوبية غربية هذه المرة في المنطقة الغربية والوسطى والشرقية من المملكة ستعمل على ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. يوم الثلاثاء تستمر درجات الحرارة مرتفعة في المنطقة الجنوبية الغربية والجنوبية من المملكة، لكن تنخفض في المنطقة الشرقية والوسطى من السعودية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة بعد تفرق لبعض الغيوم، 20 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 19، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 34 إلى 20، الثلاثاء 30 إلى 18، وترتفع يوم الأربعاء لتسجل 33 إلى 23 درجة مئوية. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل باقي الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن الأردنية أو السعودية ليوم الاثنين. نبدأ شمالا، تبوك 26 إلى 15، سكاك 24 إلى 13، وعرعر رياح نشطة مع 21 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 21، جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 36 إلى 24، والطائف 28 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 23 إلى 16، أبها 25 إلى 14، وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام رياح نشطة مع 34 إلى 20، حفر الباطن أيضا رياح نشطة مع 29 إلى 14، والإحساء 35 إلى 21 مع رياح نشطة. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 20، بريدة 32 إلى 16، وحائل 26 إلى 14 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.